منعطفات أمنية خطيرة في طريق السلطة المحلية الجديدة لتعز تنتظر حلولاً لها على يد المحافظ الذي وصل أخيراً إلى مقر عمله بعد أشهر من تعيينه على رأس السلطة المحلية في المدينة المحاصرة. الزحام في القضايا تقع على عاتق نبيل شمسان، وأجندات مختلفة تحتاج إلى ترتيب يصب في مصلحة الدولة عبر ضبط الأمن وتثبيت أركان الدولة. الاغتيالات وفوضى السلاح في الجزء المحرر من المحافظة والنقاط الخارجة عن سيطرة المؤسسات الرسمية في الطرقات والمربعات الأمنية المغلقة هي تحديات أعطاها المحافظ الجديد الأولوية في تنفيذ واجباته. وفي أول اجتماع لرئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان بالقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، تعهد بتسليم ملف الأمن والنقاط بشكل كامل لقوات الشرطة والشرطة العسكرية ونقل معسكرات الجيش إلى ثكنات خارج المحافظة. سوف يتم العمل على توقيف كل القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في أي أحداث تزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إنهاء كافة مظاهر الفوضى في الأسواق وإنهاء وظيفة مشرفي ومتعهدي الأسواق وتسليمها إلى الدولة. القرارات والاتفاقات التي أعلنها المحافظ تأتي غدا اغتيال ضابط كبير في الجيش على يد خارجين عن القانون كما سماهم بيان للواء 22 ميكا، لكن التوجهات الجديدة التي أعلنها المحافظ تواجه تحديات حقيقية في إمكانية تحقيقها كما يقول مراقبون للوضع في تعز، وينتظر السكان في المدينة المحاصرة ترجمة الأقوال إلى أفعال.